إذن مشاهدينا وصلنا إلى فقرة إبداع. فن صناعة المجسمات فن يتميز عن باقي الفنون الأخرى كونه يحاكي الواقع بلمسات فنية، وهو يعد من الفنون الصعبة كونه يعتمد على مخيلة خصبة وأنامل لفنان متحكم بأدواته الفنية. فكم من الفنانين العراقيين المختصين في هذا المجال؟ إذن مشاهدينا دعونا نتعرف على الفنان كاظم ذرب، فنان ونحات عراقي عشق فن النحت منذ طفولته لكي يكون بعد ذلك نحات لمجسمات أيضا المخصص الأول في العراق يعتبر. اختار كاظم فن نحت المجسمات أيضا المخصصة للأشخاص، وهو يعتبر أهم أيضا الفنون المطروقة عالميا ليقوم بتقديمه على الساحة العراقية وبتقديم أشكال مميزة ومختلفة لشخصيات رائعة. بنفس الوقت قام بتقديم بعض الدورات التعليمية ونشره للعديد من الفيديوهات على حساباته الخاصة. دعونا نتابع باقي التفاصيل. حبيبي شلون مدد؟ يا ربي يعجبك ان شاء الله. استاذنا هي بسيطه هاي تعتبر. شيء راقي. الله يسلمك. صغيروني. إذا للمزيد من التفاصيل مشاهدينا الأكارم، الآن راح ينضم معنا كاظم من سكايب تحديدا من بغداد. مرحبا كاظم. مرحبا عيني، يا أهلا. شلونك؟ الله يخليك، يا أهلا. إن شاء الله خير. كاظم طبعا احنا شفنا أعمالك كلش حلوة، لكن بالبداية كل المشاهدين حابين يعرفون ما هو فن المجسمات. يعني فن المجسمات هو واحد من الفنون المعروف عالميا، ينضم لمجال النحت. نعم. ولكن بطريقه حديثه، يكون الديزاين مالته المجسم، مجسم الشخص يكون مجسم مصغر. نعم. يحاكي تفاصيل نوعا ما تكون ظريفه، نوعا ما كرتونيه، وبعضها احيانا بعض المجسمات تكون بطريقه واقعيه. اها. طيب. هذا الفن موجود ببعض الدول، مو كلها، موجود ببعض الدول اللي تستخدمه، ما يسوون به فد، يقدموا على شكل هدايا، يقدموا على شكل ممكن يعني يستخدموه بمعارض، احيانا يسوون شخصيات مشهوره. حلو. مثل شخصيات غيرهم. اها، يعني هنا انا راح اتحدث عن اهميه فن صنع المجسمات ومدى مقبوليتها ايضا لدى الشارع العراقي، كيف ان هم دا يتقبلوها وحابين هذه الفكره تحديدا؟ هم اكيد كل يعني الشارع العراقي بطبيعته محب للشغلات الجديده، وهذا الفن يعني خلينا نقول مهما يكون حديث ولاده، يعني ما صار له تقريبا يمكن 3 سنين من بلشت انا بهاي الفكره، 3 سنين او اكثر او اقل. اول ما طرقتها كان الموضوع انه يعني الناس تسال شنو هذا الفن، يعني شلون نقدر احنا نستفاد من هاي المجسمات. صرت اشتغل مجسمات للمشاهير، للناس المعروفين. نعم. فهموا الفكره انه من خلال هذا المجسم يقدر يعني يقدم على هديه، يقدر المجسم يسوي لنفسه يخليه بالمكتب. يعني حبوا الفكره وشافوه شيء جديد، شيء لطيف. لذلك انطرقت مكانات هواي، والحمد لله قدرت افتح يعني اكثر مكان، سواء تسويق او حتى للعرض احيانا. اها. طيب كاظم، نعرف انه اليوم هذا الفن هو فعلا جديد على الساحه العراقيه، لكن انت بنفس الوقت قدرت تقدم دورات تعليميه بخصوص هذا الموضوع؟ نعم، اطرقت بعض الدورات التعليميه، ويعني موضوع جديد هذا بصراحة، قصدوني إذا أدي أسويهن. لأن شفت الفن مربوبية أكثر، فما ممكن أنه أنا أقدر يعني أكون يعني مستحوذ عليه وحدي، ضروري أنه أثقف عليه أكثر، أخلي ناس يعني. أي نعم، فدا أسوي دورات تعليمية عنه، رحت دورات بالنجف، المحافظات القريبة من عندها، وهسه دا أسوي ببغداد، وإن شاء الله بأربيل مستقبلا، حتى يصير فن أكثر توسع، ناس تقدر يعني اكثر من شخص يقدر يدخل بهذا المجال. حلو. صعب التعامل معه؟ شيء سهل، لازم يعني اي شخص يفكر يدخل في مجال معين يحتاج. نعم. انه يعني يمرر نفسه على هذا المجال، يدرس عنه اكثر، يمارسه، ومرور الوقت اكيد مره
راح يتدرب عليه راح يوصل لمستوى هو يكون راضي عن نفسه بي. تبقى انه اكو شخص مميز اكثر من غيره وهكذا. بس هو بكل الاحوال الفن قابل للتعليم يعني مثل فن الرسم مثل يعني مثل بقيه الفنون. نعم. حاليا انت محقق يعني مبيعات تلاقي الطموح اللي انت تتمناه؟ والله هو الطموح عالي بس يعني شلون ما يكون الحمد لله وصلت في النتيجة يعني لا بأس بها وحاب أطور أكثر من هذا المستوى. حلو. نعم. كل الشكر لك كاظم، نورتنا وإن شاء الله يا ربي المزيد من التألق والإبداع بهذا المجال. تحياتنا لك. شكرا لكم، شرفتوني. إنه شرف، يا أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الأكارم كده احنا راح نكون مستمرين لكم بعد هذا الفاصل.